بعد العدوان الغاشم على الزبارة عام 1937 ميلادية، سعى الوسيط البريطاني إلى عودة العلاقات كما كانت قبل العدوان، حيث قرر عدد من رعايا الدولة الخليفية العودة لمساكنهم في إقليم الزبارة التابع للبحرين كما كان سابقا. وقد وجه رعايا البلاد رسائل واضحة للاعتمادية البريطانية، مفادها بأن هذه العودة مشروطة بتبعيتهم البحرينية وولائهم لصاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البلاد المفدى في الفترة بين 1942-1961 ميلادية. ورد في رسائل الولاء النص التالي: نقول ونحن الواضعون أسماؤنا في ذيل هذه الورقة إنه إذا حدث بيننا أو بين إحدى القبائل المجاورة لنا شيء من النزاع أو الخلاف، إن الذي يسدد أمورنا مأمور الخليفة من سابق ولاحق في الأشياء الخفيفة والكبيرة، يرجع أمرنا لآل خليفة ويأمرونه بالأمر الذي يرونه وهو ينفذ الأمر هذا من سابق ولاحق. وقد تم التوقيع على هذه الرسالة من قبل عدد من رعايا الدولة ممن قرر العودة إلى قطر، ومنهم أفراد من الكعبان والكبسة والبكوارة. جمع بن محمد الكعبي يستذكر مجموعة من الأسماء التي وردت في هذه الوثائق، وكان أولهم والده محمد بن جمع الكعبي. هو محمد بن يمعة، محمد بن يمعة بن عيسى الكعبي من فخيدة الراشد، يرجعون إلى عشيرة آل سيف اللي ينتسبون لها تقريبا 50% من الكعبان. فهذه نشأته في منطقة الهام والهيم، وكان بطبيعة الحال هو يعني طبيعة بدوي، كان مولع بالقنص وبالرمي، وكان مباردي. يمكن بعض الناس ما يعرفون مباردي، المباردي هو اللي ما يخطي، يعني إذا رمى ما يخطي، يسمونه مباردي، فلان مباردي. فالوالد كان يعني يتميز بالشيء هذا. جمع بن محمد الكعبي هو جمع بن محمد بن مانع، هو تصوب بين قرية خداي وقلعة الثقب، كان رايح حق الجماعة في الثقب ورموا السبور. السبور هم هذي الحين مثل وقت الحديث أو دي يسمونهم الاستطلاع، هم كانوا مختبيين لأنهم محاصرين القرى الشمالية، ما حد يطلع من القرى الناس، وأي واحد يطلع يطلقوا على النار. فيمع بن محمد المانع هذي أطلقوا على النار وصارت الرصاصة في كتفه، الحمد لله أنه يعني ما انقتل، وطاح من كان ركب على بعير وطاح من البعير، وفي كتف اليمين على ما أعتقد، أو لا اليسار، كتف اليسار. وأنا شفته مكان الضربة، يجين دواني في عسكر وكان يروين يقول هاي ضربة اتفق، واتفق يعني أشوى إنه ما صارت العظم في اللحم، طقته وطلعت من الجهة، جابوا البحرين وعالجوه في مستشفى الأمريكي. وفي وثيقة دل رسالة كاتبها الشيخ عبد الله بن عيسى حق أخوه حمد بن عيسى، وذاكره فيه يمع بن محمد الكعبي، وإنه هو متصوب من رعايانا، متصوب في منطقة الزبارة في الثقب، ونطلب من يعني إنهم يعالجونا في مستشفى الأمريكي. وعظمة الشيخ حمد بن عيسى ما قصر، عالجوه إلين شفى، أصحى وعقب عود على جماعته، لجماعة الرادين بعد قاعد سكن في الرفاع. يعني عيسى بن غانم الكعبي، أيوه عيسى بن غانم، وعنده أخو اسمه شاهين بن غانم، كانوا ساكنين في اليميل، واليميل شمال والسيفهم وبحرهم شماليهم. وقبل الواقعة، قبل الحريبة، ياو خداي، لأن في جماعة وايد خداي وأقرباهم ياو سكنوا خداي. يوم حرب الثقب هم ما كانوا موجودين، كانوا يعني وقت القوس، في القوس هم مجموعة يعني كبيرة من هذا، فما شارك يعني طبعا في الحرب هذه، ما شارك فيها بصفته إنه هو كان موجود في البحر في القوس. العدوان صار في 2 يوليو 1937، بتخطيط إن وقت هذه وقت القوس ما موجودين الرجال في المناطق هذه، كلهم يعني في البحر في القوس. وهذه سياسة على أساس إنه يكون
يعني قلة الرجال في الشمال استقلوها ما صقر بن صالح الكعبي. صقر بن صالح منه من الراشد، وكان يسكن مع الوالد في الهام والهيم، وآخر شيء سكن في خداي بعد ويا البحر، يا البحر وياهم. وتقريبا في سنة 63 أو 64 رجع محمد بن هلال الكعبي. محمد بن هلال هذه بعد من الخوال، الله يسمى خوالنا، هذه من أهل فريحة، من أهل فريحة وأهل البحر، وعندهم مسكر كبير في فريحة. فريحة هناك سطح الماية، أنا جيت مرتين أو ثلاث مرات، يعني إذا ثبرت الماية يطلع حتى الحصى يطلع، فلهم مسكر كبير هناك موجود عندهم. هو محمد بن هلال وعنده ولد اسمه هلال، أنا هلال شفته، ولده شفته يعني هنا البحرين شفته هلال، ما عنده إلا ولد هلال اسمه راشد بن سعد الكعبي. راشد هو اسمه راشد بن سعد بن ثاني، راشد بن سعد بن ثاني، وسكن في خداي، سكن في خداي ويا مع الجماعة يوم تحولوا ياويني. أول ما ياو سكنوا في العكر بأمر من صاحب العظم الشيخ حمد بن عيسى، وبنى لهم عرش. أول كان الناس يسكنون في الصيف في العرش، كل البحرين سكنوا في 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 العكر، وبعدين تحولوا عسكر، ياو عسكر يعني كلهم ياو عسكر. عيسى بن محمد الكعبي. عيسى بن محمد الكعبي فيه اثنين، فأنا ما أقدر منهم أي واحد منهم. في واحد عيسى بن محمد كان ساكن في ربيجة قبل، لكن الله والعلم هل هو أو غيره ما أدري، ما أقدر أعطيك أكيد إنه يعني إنه هو هذي. الثاني كان ساكن في منطقة هني، منطقة المشرب تبع عقيم الزبارة، شرق الزبارة، ومنطقة يعني بنيان فيها، مو بيوت شعر، بنيان مبنية حصى وطين، أول كله حصى وطين. فهل يقولون إنه هو سكن هني بعد؟ فالعالم ما دي من هو أي واحد هم المقصود فيه، لأنه الاسم يعني ثنائي مو بثلاثي، فما أقدر أميز هذه من هذه. سعد بن سنان الكعبي. سعد بن سنان يعني يقرب، هو من الشعبان الله يسلمك، وشفته سعد بن سنان، أنا شفته في السبعينات، كان إمام مسجد هناك في منطقة اسمها قزة، هو يهني وسكن في عسكر، وعنده أخو اسمه الحدان، الحدان بن سنان، هذه الله يسلمك يقربون حق فخيدة العجلان من الشعبان هناك في المنطقة في غلف الإقليم. الحدان بن سنان الكعبي. الحدان بن سنان أخو سعد بن سنان، بس الحدان أكبر من سعد، أنا سعد شفته ولحقت عليه، كان إمام في مسجد. أحمد بن سيف الكعبي. هذه أحمد بن سيف مع الجماعة ساكن، لكن هو من فخيلة الربيعة، والربيعة موجودة منهم سعيد الدرعي، وذكر في بعض الوثائق، هذه منهم أحمد بن سيف. وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة الوثائقية يستذكر جمعة الكعبي عدد الشخصيات الواردة أسماؤهم في وثيقة الولاء الخاصة بقبيلة الكبسة